سيداتي سادتي سكان ولاية برج بواريريج، تعلمكم شركة ماكستور إلكترونيكس عن إقامتها لقرعة طنبولة. الفائز معنا سوف يتحصل على طباخة كاملة التجهيزات. للمشاركة في طنبولة شركة ماكستور ما عليكم سوى الحضور على مستوى جناحنا والتسجيل معنا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، متابعة صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة مع أصدقائكم وحظ طيب للجميع. وأشكر عمي لخلف فؤاد جزيل الشكر على تغطيته لهذه التظاهرة. شكرا. اليوم رانا في المعرض، معرض وطني في برج بواريريج، وكما راكم تشوفوا من اللور خويا راه طومبولا كيف تبدا ان شاء الله. اقعدوا معايا في، اقعدوا معايا في الفيديو، لايكوا الفيديو، ديروا جيم وابونيو في لاشين تاعي لخلف فؤاد. هذه الناس كنت تعرفني. المهم اقعدوا معايا في الفيديو، راه طومبولا شويه هذاك، راه نشوفوا شكون راهي يربح لا كوزينيير، وان شاء الله نقعدوا مع المعرض هذا حتى العشيه ان شاء الله. وغدوه مازال، مازال غدوه ديرني جو حتى العشيه ان شاء الله. ولي جون مورا، او روحوا لي جون مورا يا روح، روح روح. وبعد لي جون كيما راهم قدامي اروح منها. ها هذا جون، واش كاين في المعرض هذا؟ معرض مليح، داروا مسابقه ديال ان شاء الله نركبوها خلاص ان شاء الله. ومسابقه وكيما نقولوا حنا تاعنا جيو، عندنا ماكستور، عندنا كيما نقولوا حنا كوندور وطنية ويخدموا على البلاد، وان شاء الله المنتج تاعنا يخرج على برا، ماشي يقعد غير في الجزائر، يخرج على برا والناس كل تخدم ان شاء الله. وفيف لا جونيس، تحية الجزائر. وتحية الجزائر. Thank you.
الشعب بالبركة عليكم إن شاء الله. آمين رب العالمين.